تفضل السيد نائب. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب المحترمين، مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. هذا المشروع يتضمن 43 مادة وزعت على 7 أبواب: أحكام تمهيدية، مهام الهيئة، أجهزة الهيئة والتي تتكون من مجلس الهيئة ورئيس الهيئة ومرصد الهيئة، ثم باب آخر يتعلق بتلقي التبليغات والشكايات وإجراءات البحث والتحري، وهذا أطول باب في هذا المشروع، وأخيرا أحكام ختامية وانتقالية. هذه بصفة عامة هي مضامين هذا المشروع. وقد أبانت المناقشة المستفيضة التي تعامل بها ممثلات وممثلو الأمة أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع هذا المشروع، وأبرزت أن هذا الورش يشكل إحدى البنيات الأساسية التي يتوقف عليها بناء مغرب دستور 2011، المغرب الذي يطمح إلى أن يقطع مع كل أشكال الفساد، وذلك من خلال بناء مجتمع ديمقراطي تقوم فيه المسؤولية عن المحاسبة. وهو ورش لا يمكن أن تتحقق النتائج المتوخاة منه إلا على أساس بناء مستمر ومتواصل بصبر وتؤادة، يكون عماده الأساسي دولة الحق والقانون المبنية على التنزيل السليم لمقتضيات الدستور. ذاك هو الخيط الرابط بين كل تدخلات السيدات والسادة النواب خلال مناقشاتهم لهذا المشروع، إذ وبعد أن توقفوا عند السياق العام لإعداد هذا النص، حاولوا ملامسة الفساد تعريفاً ونوعاً وإشكالات، بحيث اعتبروا أن هذا الأخطبوط الذي يظل ينخر الجسم المجتمعي ببلادنا يقتضي الحرص على إخراج الهيئة في حلة قوية وفعالة تجعلها قادرة على مواجهة هذا الداء المستشري. كما ناقش السيدات والسادة النواب مختلف آليات الهيئة المنتظر ولادتها بعد المصادقة على هذا المشروع، بدءاً بمهامها وأجهزتها، ومروراً بآليات تلقيها للتبليغات والشكايات والقيام بإجراءات البحث والتحري، ووصولاً إلى تنظيمها الإداري والمالي. وقد أثارت بعض القضايا خاصة المتعلقة باستقلالية الهيئة دستورياً وعلاقتها ببعض المؤسسات الدستورية نقاشاً مستفيضاً، إلى جانب بعض التحفظات التي سجلها بعض السيدات والسادة النواب عن الاختصاصات الممنوحة للهيئة أمام ظاهرة الفساد المتشعبة، مؤكدين على ضرورة تمكين الهيئة من آلية فعالة وحقيقية للقيام بمهامها. وفي معرض جوابه على مناقشات السيدات والسادة النواب، أكد السيد وزير الشؤون العامة والحكامة عن استعداد الحكومة لقبول كافة التعديلات التي يمكن أن تؤدي إلى تجويد النص بما يخدم المصلحة العامة، وبما يجعلها أداة قادرة على القيام بالمهام الجسيمة المنوطة بها. كما شدد على أن من شأن تقوية آلياتها أن يحميها ويساعدها على ممارسة اختصاصاتها دون المساس بمهام المؤسسات الأخرى، ودون المساس بأعراض الناس وممتلكاتهم. هذا وقد استغرقت المناقشات حوالي 26 ساعة على مدى 5 اجتماعات. خصص الاجتماعان الأولان منها لتقديم المشروع وللمناقشة العامة، في حين خصصت الحصص الباقية للمناقشة التفصيلية والبت في التعديلات. ولا يفوتنا في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أن نتقدم بجزيل الشكر إلى كافة السيدات والسادة النواب المحترمين، أغلبيتهم معارضة، على المجهود الكبير الذي بذلوه في مناقشة مواد هذا القانون، وعلى الجدية التي أبانوا عنها عند التصويت عليه،
وكذا عن جو التفاهم والتوادد الذي ساد مختلف اجتماعات اللجنة، وشكرا على استماعكم. شكرا سيد نائب محترم.